الأسرة تعتبر اللبنة الأساسية اللي بينشأ فيها الطفل حتى يكبر ويستطيع أنه يكون فرد فعال في المجتمع. والتربية الخاطئة بشكل أو بآخر مشكلة لا تغتفر بحق الطفل وبحق الأسرة. صحيح ليلى، التربية الخاطئة بشكل عام ممكن أن تنتج جيل مشوه نفسيا واجتماعيا، وتكون هي أساس وبداية أغلب الظواهر الاجتماعية السيئة اللي بنشوفها. لنحكي اليوم أكثر عن أسس التربية السليمة وبعض الأخطاء الشائعة اللي بيرتكبها الأهل بحق أطفالهم وتربيتهم. رح نتعرف أكثر على كل هالتفاصيل وهي الأسئلة، حجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية في التربية وماجستير أيضا بحماية الأسرة الأستاذة عائشة إدلبي الشار. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح النور. بداية بدنا نسألك، إمتى بتبلش التربية؟ بداية التربية هي فن، هي علم واسع. فن تربية الأبناء عملية ما بتتصف بالسهولة، هو فن بحد ذاته. تربية الأبناء بيحتاج تهيئة، بيحتاج إعداد، بيحتاج تطوير مستمر، بحث مستمر. فعملية التربية هي دائما مستمرة كل الحياة. لكن خبراء التربية رجعوا تبدأ التربية بعمر الأشهر الأولى اللي هي 6 أشهر، ببلش الولد بصير بيفهم إنه لا ما بيصير، نقدر هون نتدخل. كمان في دراسات كتير أرجعت وحكوا عنها كتير كبار من الفلاسفة، منهم إريك إريكسون، عن السنتين البداية، أول سنتين من عمر الطفل قديه هي التربية هون بيلعب دور. لكن طرق التربية بتختلف من مرحلة لتانية. بعمر الأول سنتين، أو خلينا بنمو الدماغ بالمراحل الأخيرة لما بيكون الجنين ببطن أمه، قديه الأم هون بيكون بيركزوا انه لا تتوتر لا تتعصب، قد ايه هذا بيكون على بيأثر على الصحه العقليه لابنه هو جنين والصحه الجسمانيه. بتجي لما بيصير رضيع هون بتصير بقى التربيه حب، دفء، عناق، عطاء. مع باول سنتين او 3 سنوات خلينا ناكد كثير من الروابط اللي بين خلايا العصبيه عم تنمو بالدماغ. فهذا الشيء احنا مع كل ثانية أكثر من 1,000,000 رابطة، فتخيلي مع كل بوسة، مع كل قبلة، مع كل وجبة، مع كل لعبة عم نلعبها، هذا العناق قديه بيزيد من نمو ابننا وبيساهم بتحفيز الخلايا لحتى ينمو بشكل جيد. بتجي بعدين المراحل اللي فيها بتستمر التربية فيها بعد عبر 2 و3، بتجي بقى هون دور نحن نوجهه أكثر، هون بقى بيصير مرحلة الاستقلال الطفل وبلش يظهر لنا سلوكيات لانه استقل عن امه مرحله الرضاعه، وتبلش بقى هون تدخل اكثر اختصاصي. خلينا نكون بنبلش نسال، ماما بتبلش تسال اختصاصيين لحتى كل مرحله بمرحلتها نقدر نتعامل معها اكثر. طيب بما انه نحن عم نحكي عن المراحل بشكل عام، خلينا نقول المعروف انه 6 سنوات الاولى هي الاساس بتاسيس حياه الطفل وانطلاقه للمجتمع بشكل عام. اليوم بعض الاخطاء اللي ممكن يرتكبها الاهل وخصوصا بسن صغير، بيعتبروا انه هذا الولد لسه بكير عليه ليتعلم، لسه ما بيعرف شيء، لسه ما بيعرف شيء، عم يتدلل كذا، بالعلم انه هي الفتره هي الاساسيه. فنحكي عن ابرز الاخطاء وشو لازم يكون خلال هي الفتره. شكرا لك، كثير سؤال مهم، بالاخص انه بيكون باول 6 سنوات من مرحله الطفل. هون بيكون نحن عمليا دورنا كاسره، مثل ما ذكرتوا حضرتكم انه هي الاساس الاول، اللبنه الاولى. فهون دور الاسره قد ايه مهم. فهي المفاهيم انه بيكبر بيتعلم لحاله، معلش بهذا الوقت، هون نحن عم ناسس، هون نحن عم نوجه. هون بتصير عملية التدخل مع الطفل كتير أسهل من مراحل تانية. بعدين تتبنى شخصيته وتجي بقى تتغيري وتعتمدي، ومرحلة المراهقة شوي صعب الموضوع أكتر، بس لكن كله بيصير يعني كله. بس أول 6 سنوات كتير مهم التدخل بشكل كتير سليم. هلأ من الأشياء الغلط اللي ممكن نتصرفها كأخطاء شائعة يلي هي مثلا هون التمييز بين ولد وولد. نحن كلياتنا كأهل بنحب أولادنا وبدنا إياهم سعداء أكيد، بس أحياناً بسبب الأعباء المادية، الضغوطات، الظروف بالحياة، بتجي المرأة العاملة بتجي لسه في عندها ابنة وبدها ممكن هون تقترف بعض الأخطاء عن غير دراية وغير وعي، ما بقصد أكيد نأذي أولادنا. ممكن تكون أسلوب صح بس إنه تكراره ما إنه صح، لأنه رح نذكر أمثلة شوي.
فهون بيجي نحن ممكن نوقع بشوية أخطاء، منا تمييز، منا يعني ولد عن ولد احيانا بيكون اهضم من الثاني. هو الصغير دائما وجه. اللي بيتميز هذا الطفل الصغير اللي دائما بياخذ هذا الاهتمام. فهون بيصير عمليه صغيره، بيصير حقد، بيصير حسد بين الاخوات. فمن صحيح. الاخطاء اللي بتصير هو التمييز، او حتى احيانا اطفال قدراتهم عاليه، في متفوق متميز، فبيضل في مقارنه بينه وبين رفيقه، بينه وبين اخوه. هي كمان من الاخطاء اللي ما لازم نوقع فيها. التذبذب في المعامله، يعني ما نتفق على سياسة واحدة بالبيت، يعني ماما حكت شيء، بابا حكى شيء على نفس الموقف، أو ماما نفسها ما عليه اطلع قالت له مرة إيه مرة لا، يعني في الاتفاق على سياسة واحدة لما يوقع الولد بحيرة إنه شو هلا شو بدنا. أكيد من الأخطاء كمان اللي هي الدلال الزايد، يعني نحن بنحب أولادنا بس كمان باعتدال. الدلال هو الدلال الصراحة. الدلال الزايد، هذا الولد اللي بده ايمت ما متى يشاء كيف يشاء بالوقت اللي بده اياه، بيشاور ما بنص الليل اي طيب بيحضر. هذا عمليا هو بيكون هذا الظالم الاناني، هون بنسميه هذا الولد. فهون بيكون اللي بده اياه رح يمشي، وهون كمان خطا عم نقوم فيه. صحيح. الحمايه الزايده احيانا نحن بنقول انه لا تربوا اولادكم معاقين. يعني انا بصير اعتمادي ما بتحمل تماما مسؤولية. انا بفهم على ابني انه بده مي، خلص انت بعطيه خبرته اللي هو يقدر يقول لك ماما بدي مي، ماما بدي اشرب، يعني اعطيه هاي الفرصه. فلا انا بفهم على ابني فورا، معلش خليه يرتب البيت هو معك من عمر السنتين، خليه يضب العابه، نعلمه شوي انه هو كمان يساهم بشيء، يتحمل مسؤوليه. فكمان هي من الاخطاء. هو دائما الامهات عندهم خوف زايد يعني على اولادهم، على اولادنا الله يخليهم لك، بيطلعه بفوته باي شيء، انه هذا الخوف الزايد بياثر عليهم لبعدين. تماما بياثر عليهم فيما بعد بالمراحل القادمه من بسنوات عمره رح تاثر عليه. احيانا بيكون تصرف صح، ماما عرفته من اخصائيه، وليكن انه التربية المرحة بنسمع فيها انه نلعب انه الدور انا وياك، انا شرطي انت حرامي، مشان ينفذ الاشياء اللي بده اياها، هي كثير لها فعالة وكثير حلوة. لكن احيانا مثلا تعال نتسابق مين بده يخلص هاي الاشياء، مين بده يسبق قبل. فهون بيكون الولد عاد ما نصح، بس ممكن تكرار هذا الشيء يعلمه انه الفرص قليلة بالحياة، المقاعد قليلة بالحياة، انا لازم اكون دائما السباق حتى لو حساب غيري. فأحيانا في تصرفات حتى لو كررناها بتكون غلط. برأيك بتختلف التربية بين الصبيان والبنات؟ يعني هلأ بسن المراهقة أكيد بتختلف التعامل والتربية، بس بمراحل مبكرة، بمراحل الطفولة، بتختلف التربية بين البنت والصبي؟ شكراً لك، كمان سؤال كثير مهم. هلأ نحن بالنهاية عم نربي إنسان، يعني بشكل عام بدنا إنسان سوي، سواء بنت ولا صبي، بس أكيد في اختلاف بالسمات بيناتهم، السمات الشخصية، السمات العامل ممكن تكون بأول مرحلة. بنسمع الماما بتقول أنه هي قرارة حرارة، نقول أنه هي البنوتة، أو والله حكيت قبل أخوها. طيب أنه أكيد ما في قاعدة عامة، بس رح نحكي بشكل عام. في تبعت لسماتهم ممكن هون تختلف طريقة التعامل مع كل نوع. فهون مثلا الاطفال الصبيان والبنات بتواصل بالعينين، مثلا البنت بتلاقيها باول مراحل عمرها عم تتواصل بعيونها اكثر، تحفظ ملامح الوجوه اكثر من الذكور، هي دراسات اثبتتها. ممكن الحركه الولد، هلا ما قاعده عامه، اكيد في بنات ما شاء الله عنهم، بس الحركه بتكون اكثر حب للاستكشاف اكثر الولد الصبي. فهون بيصير تدخل الاهل مع الصبيان غير البنات. بيكون حتى مثلا البنت بتحكي قبل، وفي كثير اطفال انهم بيقولوا لك انه حكت قبل اخوها. فهو هي بتسمع اكثر، هي بهي الفتره لحتى اكتساب اللغه، هي يعني في عندها قدره على الاصغاء اكثر من الذكور، فلهيك بتقدر تكتسب اللغه. بس الاصعب اللي هو بيكون تكريس الاختلاف، يعني انه نحن دائما نربي في فروقات بالتعامل بين البنت وبين الصبي، انه هذا الصبي فمسمح له يعمل، بيتربى من هو وصغير على شو مسمح له يعمل، شو هو دائما صلاحياته اكثر وجوده اكثر، هذا الشيء عم بيكرس اختلافات عند الكبر، عم تعمل مشاكل. وهون كمان انا بدي اسالك، اليوم في مبدا من زمان اهالينا بيتصرفوا فيه مع الكل، اللي هو الثواب والعقاب، اذا عملت هيك رح اعطيك كذا، واذا سويت هيك رح ساوي، واذا ما عملت
رح عاقبك. هذا المبدأ مدى صحته وبأي سن لازم نبلش فيه؟ تمام. هلأ مبدأ الثواب والعقاب هو شيء منيح إنه الولد يعرف في عاقبة للأمور وليس عقاب. يعني أنت ما ضبيت ألعابك فنقصت قطعة من ألعابك، هي العاقبة. أنا وضحت لك ماما إنه أنت ما ضبيت الألعاب ممكن تنقص، فعرف إنه في نتيجة. أنت إذا عملت هيك رح يصير هيك، فهون في أعرف إنه الولد في عاقبة. هلأ أوكي عمول هي الأشياء رح تأخذ في تحفيز، في دعم، شيء منيح. بس لكن تكراره ما بدنا نطلعه مصلحج بالنهاية، إنه ما بعمل حتى تعطيني. صحيح. إنه إيه بالمراحل الأولى بصير في مكافآت التعزيز، نحنا بنسميه في كتير له أنواع، في مكافآت، في مشوار، في رحلة، في حتى ضمة بوسة، هي كلها ضمن التعزيز، أو حتى ابتسامة. فأنا ما بالضرورة لازم نوع، ما بالضرورة أمشي على نوع واحد، تعمل هاي بتاخذ هاي، فأنا هون بتشرف عليك يعني. بتعود بياخذها. وبعدين بنصير بنسحبها، يعني أنت واجبك تدرس، أنت عم تدرس لإلك، بس بالبداية أنا مدحته، عززته، أعطيته الأشياء اللي لازم أعطيها، بعدين شوي شوي بقلل هاي هذا الشيء. إن شاء الله أكون قدرت. بصير بابا يدرس إذا ما أخذ مكافأة. تماماً بصير شرط، إنه لا أنا درست ليه ما أعطيتيني. برأيك قديش بتختلف التربية بين الأجيال السابقة وهلأ الأجيال؟ قديش في فروقات بالتربية؟ هذا موضوع صراع الأجيال دائماً، نحن بكل عصر بينطرح. هلأ ما لنا بصدد نقعد صراحة نقارن، لأنه كل عصر له زمانه، له ثقافته. هلأ بالنسبة لتطور الإنترنت والتكنولوجيا، تماماً. بتشوفي الولد من خلقته يمكن سلمى أو بس هيك صار يعرف يحكي شوي على الموبايل، قديش هذا الشيء فيه ضرر؟ كيف لازم الأهل يتعاملوا؟ كيف لازم تكون التربية يعني إنه بيظل هذا التطور اللي نحن فيه؟ تماماً. هلأ قبل كانت الأمور مضبوطة أكثر، كان المدرسة، البيت، دور العبادة، دور يعني في شركاء بالتربية معروفين وكلهم ماشيين على سياسة واحدة وفي طاعة. بابا حكى صح؟ صح. فهلا صار في نقد، صار في حوار، صار في ليش؟ كمان ما لنا الوحيدين اللي عم نربي أولادنا، وما ننسى عصرهم وزمانهم، يعني ما فينا كمان نحن نحاسبهم على عصورنا وزماننا وكيف نحن ربينا. نتعامل معهم حسب زمانهم. وكمان في أشياء حلوة هن عم بيتعلموها، في أشياء حلوة يعني حتى التكنولوجيا. هلا صارت شريك بالتربيه. صح. يعني ابي لك اسمع عن شيء اسمه مفهوم التربيه الحديثه، وهذا اللي اختلفوا كثير عليه، انه نحن اليوم شو قواعد التربيه الحديثه، انا اترك ابني يتعلم لوحده من البيئه، وين انا احط روابط وين لا ضوابط وغيرها من الامور. يعني قديش كمان بتشوفي هذا مفهوم التربيه الحديثه صح، وشو هي اصلا التربيه الحديثه يعني؟ تماما. هلا التربيه الحديثه دخلت لانه صار في هاي اللي حكينا عنهم، هاي الشركاء بتربية ابني، صرت ماني الوحيد، صار في إضافة للمدرسة والأهل والبيئة والمحيط والأقران، صار في تكنولوجيا، صار ولد فيه أيمت ما بده يفتح على شيء ويجي يناقضك بتصرف أنت عملتيه، أو يقارن حاله، أو يحاول يقلد هاي التقليد، إنه شو عم بيصير. حتى أنت لاحظي نبرة حديثهم صايرة مثل اليوتيوب. نفس الأطفال اللي عم بيشاهدوه. يعني في سلبيات لوسائل التواصل أكيد. الاجتماعي قديش هي بتأثر، وقديش هي السلبيات للطفل ترجعوا للأهل بالتربية؟ خلينا نحكي شوي عنها، نحكي بالسلبيات والإيجابيات، كيف بدنا نضبط يعني إنه أطفالنا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لازم يكون في ضغوطات كمان. تماماً. هلا التكنولوجيا اجت سلاح ذو حدين. يعني انا فيني بدي احكي عن مرحله البلوغ او التغيرات الفيزيولوجيه لابني اللي بلش بمرحله المراهقه او في تغيرات بحياته، فيني استعين بالنت بفيديو حدا صحيح اكثر اختصاصي مني، يعني بيقدر ينتقي الكلمات العلميه او الطريقه الاسهل للوصول للابن. فهون انا عم بستعين بالنت، او حتى بوجهه عم يبحث بخصوص دراسته. صحيح. هذا الشيء ايجابي، هذا الشيء حلو، يعني هو ابناء عصره بنرجع بنقول. لكن في إلى سلبيات. خلينا نتفق بانه قبل 3 سنوات ممنوع منعا باتا الموبايل. هذا نحن حكينا عن تطور حكينا عن تطور النمو الدماغ للابن. فنحن في دراسات كثير رجعت انه مرضى الصرع اللي بيعانوا من نوبات صرع زادت عند حضورهم كل العاب او فيديوهات او العاب الكترونيه، زادت وتيرتها. فهذا الشيء سموه صرع الالعاب، صرع الفيديوز. فهون
ما يعني نحن بدنا ننتبه لهذا الشيء. هون انا ابني عم يتطور دماغه، فهي الخلايا عم تتلف، هذا الموبايل، هي الاشعه، هذا عم يتلف. بالاضافه انه في صور ذهنيه جديده عم يتعلم ابني، انا عم شوف بالفيديوهات انه الكرسي بينطعج، طيب كيف الكرسي بينطعج هون؟ وبالحقيقه هيك يعني ما عم يقدر، هو خبرته متواضعه، هو ما فينا نبلش بالموبايل هلا لحد عمر العشر سنوات، خلينا نقول بين الساعة والساعتين موزعة على كل النهار. وطبعا نوجهه، نحن هلا اسلوب الامر مو حلو، لا تعمل، شيل هاد، لا تساوي، فهون الولد ما رح يطيع طبعا. فانا اول شيء انتبه انه انا ابني عم يقلدني، يعني اذا الموبايل بايدي على طول فانا ما فيني اقول له شيل الموبايل، او انا بحضر فلان اشياء هو اجباري بده يتجه بهي الاتجاهات. فانا ممكن اوجهه، ممكن اعرفه على قنوات بتقدم اشياء علميه، اشياء مفيده لعمره، مواضيع لازم تنطرح لعمره اذا انا ما عم بقدر اوصل له اياها، العاب بتحفز نمو الدماغ اكثر، فيها حل، فيها ذكاء. وجهه اكثر ومعير، ما في بقات الحديث يطول، يعني نحن اليوم اخذنا شويه مبادئ، اكيد رح يكون لنا لقاءات ثانيه مع حضرتك لنحكي ان شاء الله اكيد أكثر. هو الحديث بهذا المجال كثير كبير. شكرا لك وفضفاض. شكرا لكم، شكرا لهالصباح اللي بلش بالوجوه الجميله. شكرا، صباحنا غير عن جد، صباح الخير. شكرا.